العقل والروح والجسد، ان ازاي نقدر نجمع ما بين الخدمات المختلفة اللي توصل ان احنا يبقى عندنا حياة وعملاء اسعد مما هو عليه في اي مكان كان عايش فيه قبل كده. احنا كشركة من 4 سنين تم التعاقد مع شركة زابوس. شركة زابوس دي شركة من اكبر الشركات في العالم، واتباعت لشركة امازون. الشركة دي هي اللي بتعمل برنامج السعادة في دبي، واحنا الشركة الوحيدة اللي في الشرق الاوسط اللي مضينا معاها من 3 4 سنين. الشركة دي هي عملت زي علم للسعادة. فعلم السعادة ده بيقول ازاي تسعد الناس، او تعمل الكلام ده كله مش بطريقة يعني عشوائية، ولكن بطريقة علمية، فبتكون المجتمعات او الاماكن اللي نقدر نصنع بيها هذا الكلام ده كله. وابتدت باننا نصنع السعادة، لانه فاقد الشيء لا يعطيه. فابتدت بان نفس التيم بتاعنا والموظفين بتوعنا يكونوا في البرنامج ده ويكونوا مدربين للسعادة. احنا مش بنبني بيوت. لو حضرتك دخلتي اي كومباوند هتلاقي دايما ان المبنى موجود والسور الامامي مغطي على الواجهة الرئيسية، فبالتالي ان كل واحد بقى قافل عليه السور، فما بيفرقش كتير بالنسبه لنا عن الفيلات اللي موجوده في النرجس او في التجمع على بعضها. لما بيقول في كومباوند يعني في اتصال بين الناس، وفي ان انا بيبقى الولاد هتلاقيهم بيلعبوا في الجناين بتاعت بعضهم وبيتحركوا زي نفس الستايل اللي هو الامريكاني اللي احنا جبناه. فاحنا لما نيجي عملنا المشروع ابتدينا نسافر فعلا نشوف المشروعات دي بتشتغل ازاي، مش بس شكلا، موضوعا. كل مشروعاتنا الامن بتاعها عن طريق كاميرات، مش بالطريقه التقليديه اللي هي موظفين الامن اللي مفرودين، لا، احنا كل المشروعات متراقبه بكنترول روم مظبوطه، وجبنا فريق امني محترم جدا علشان يقدر يبني لنا سيستم امني، مش مبني على الكتره، مبني على الكيفيه. الطرق الحديثه، مش اللي هي الطريقه اللي انا بوظف موظفين امن ان ممكن يكونوا خطر نفسهم على الكومباوند نفسه، انه ده موجود في الكومباوندز النهارده. دي نقطه حساسه جدا، ان من اساسيات الكومباوند الامان. خليني اقول لحضرتك على ملحوظه لطيفه، احنا عندنا لو حضرتك لفيتي في الكباين اللي هي اللي موجوده دي، كانت اول مره حد يعمل فكره البول هاوسز او الكباين اللي على الكباين دي. احنا لما بعناها كان اول مره، اول ما بدلناها في سنه 2006 اتباعت الكابينه اللي هي 50 متر دي ب 180,000 جنيه. ده كان رقم في الوقت ده كان رخيص جدا. ممكن النهارده الكابينه وصلت لكام؟ هو ده المهم بقى. النهارده الكابينه وصلت الدور الارضي ب 3 مليون والدور العلوي ب 2 مليون. طيب ده معناها ايه؟ ده اعلى سعر ذات في مصر كلها للمتر المسطح. لما حضرتك تقسمي 3 مليون على 50 متر ده هيطلع رقم كبير قوي، يعني هيطلع 60,000 المتر. احنا عملنا دراسه باليه لطيفه جدا، ممكن ابعتها برضو لحضرتك، جراف لطيف قوي بيقول تطور سعر المتر في الماركت الافريج بتاعه. دي كانت عملتها شركه نيلسون وكذا شركه عالميه في البحوث على المتر في التجمع الخامس، كان ابتدى في سنه 2005 بكام لغايه 2018. وبعدين عملنا دراسه، طيب احنا سعر المتر كان في مشروعاتنا، عملنا تراك ريكورد في كل مشروعاتنا المتر كان بكام وايه علاقته بده. الجراف بيوري انه في كل الوقت احنا دايما بنبقى اعلى من السوق ب 20-25% بالافرج بتاع الماركت. ده بالنسبه لنا جراف مهم جدا بنقدمه للعميل بتاعنا. شركه ماونتن فيو اتاسست سنه 2005، واول مشروع ليها كان ماونتن فيو 1 اللي احنا فيه اللي هو سنه 2006، وكان طلع للنور في سنه 2010. وبعد كده الشركه ابتدت تتطور. النهارده الشركه في السنه ال 12 بتاعتها، فعندها 12 مشروع، عندها في التجمع الخامس ماونتن فيو 1، ماونتن فيو 2، وده من نوعيه المشاريع اللي احنا بنسميها اللكجري فيلاز.